خلينا نروح للإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللي تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وكان بحوزتهم ما يقرب من 8 مليون قرص من عقار الكبتاجون والزنكس. يعني واضح ان دي ادويه مهدئه، نعرف ان الزنكس دواء مهدئ، بس زي ما بيقولوا عليه، عارف ده الجدول اللي هو ممنوع تداوله الا برشيد. بس 8 مليون قرص ده رقم رقم خزعبلي فلكي، مش خزعبلي بجد. طيب